تحية لكم مشاهدينا الكرام في هذه الساعة التحليلية التي نتناول فيها أبرز المستجدات على الساحة، ومن أبرزها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء الإسكندرية البحري الذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات. لكن قبل أن نبدأ في تحليل هذا الموضوع بالتفصيل نتابع بعض الأخبار، وأولها انطلاق فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى غدا الأربعاء. هذا المنتدى تنظمه وزارة التعاون الدولي بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر لمدة يومين بمشاركة رفيعة المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وفقا لبيان الوزارة تشهد فعاليات المنتدى الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي انعقاد 5 جلسات حوارية حول العديد من الموضوعات، أبرزها دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد-19، وأيضا تعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030. كما ينعقد خلال المنتدى 6 ورش عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، ومشاركة تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. من المقرر أن يختتم منتدى مصر للتعاون الدولي بإصدار بيان ختامي وتوصيات من كافة المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة حول أهمية التمويل الإنمائي والتعاون متعدد الأطراف لدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق التنمية في العالم. كما سيتم الترويج لتوصيات المؤتمر في المنصات والمحافل الدولية ليكون إضافة قوية للجهد العالمي الهادف لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030. أيضا استقبلت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والمساعد للأمين العام لفريق العمل المناخي سلوين تشارلز هارت، واستعرض الجانبان المشاركة الخاصة بالمسؤول الأممي في الجلسة المعنية بتغير المناخ في إطار فعاليات اليوم الأول لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي. نعود مرة أخرى إلى موضوعنا الرئيسي في هذه الساعة، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ميناء الإسكندرية واطلاعه على تطور المحطة والأرصفة البحرية. نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير. في إطار جهود الدولة المتسارعة لتعظيم القيمة المضافة لمنظومة النقل البحري في مصر ورفع كفاءة وتطوير وإنشاء موانئ بحرية جديدة بأعلى المواصفات والقياسات الدولية لمواكبة التطور المتزايد في نقل وتداول حركة التجارة العالمية، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ميناء الإسكندرية البحري واطلع على عمليات التطوير الجارية بمرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة. وخلال ذلك أكد الرئيس السيسي أن الدولة أصبحت تنتهج نهجا جديدا في التنمية والبناء، تمثل في قيام الدولة بتنفيذ مشروعاتها دون اللجوء إلى جهات خاصة أو مستثمرين، وأن مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة، الأمر الذي سيسهم في الاستفادة من ثمار التنمية في فترة زمنية أقصر والتيسير على المستثمرين والمشغلين الدوليين بهذه المشروعات. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن هناك العديد من التحديات تظهر عند تنفيذ المشروعات التنموية، موضحا أن من بين هذه التحديات الحاجة إلى إزالة بعض المنازل لتنفيذ التوسعات المطلوبة، مؤكدا أن الدولة تقوم بتعويض ملاك هذه الوحدات. احنا بنعمل حاجتنا، احنا بنعمل ايه حاجتنا؟ احنا نعمل حاجتنا بفلوسنا، يتكلف 10 20 30 زي ما يتكلف، انما بتاع مين؟ بتاعنا. طب احنا عايزين المستثمرين معانا؟ طبعا عايزين المشغلين معانا. دكتور مصطفى ما عندناش مشكله، عشان تقول لحد تعال خش اعمل تطوير هنا واتحرك في الموضوع، هيجد ان دي تحديات مش هعرف اعمل فيها حاجه، مش كده يا كامل؟ تمام. طيب لكن احنا كدوله لما بنخش، طب الموضوع ده محتاج ان احنا ننزع ملكيه وندي للناس، وعشان كده لما سالتك قلت لك الجزء اللي خلفي ده على التوسعه اللي عايز تعملها، نعمل توسعه وندي للناس. تمام. لما بنقول نعمل حاجتنا بقى المستهدف اللي بنقول عليه، الموضوع ده يخلص خلال سنتين، يبقى ايه؟ قبل سنتين يا فندم ان شاء الله. يعني اقصد اقول يخلص يعني ان شاء الله. لكن لما بنتكلم على ان احنا نطرح ونشوف مين هيجي
ونخش بقى في متاهات عقود وكلام من هذا القبيل ويخلص او ما يخلص، ده كان كلام مسار ما افتكرش انه حقق لنا اللي احنا عايزينه. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تقوم بتطوير منظومة الجمارك، وأن تلك المنظومة تعتمد على تطبيق معايير عالمية لتسهيل حركة التجارة الدولية. نتكلم على دولة بتتكلم زي ما الدول المتقدمة في مجال التجارة عبر الدول بتتم كده. بتتم ازاي؟ ان النهاردة المستورد اللي هيستورد الشحنة دي بيجيب لي من جهات، واحنا حاطين دلوقتي وشغالين في حاجة اسمها المعايير الأوروبية، مش كده؟ عشان لا نسمح بدخول أي بضائع لمصر إلا تبقى للمعايير الأوروبية. احنا مش هنقبل ان يخش مصر حاجة للناس كده. وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير أكد أن الدولة تهدف بتطوير ميناء الإسكندرية البحري إلى تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. إنشاء وتطوير الأرصفة والمحطات متعددة الأغراض والمتخصصة في نوعيات محددة من البضائع لخدمة الأنشطة المختلفة من صادر ووارد وترانزيت، مع مراعاة أن يتم تنفيذ هذه الأرصفة بأعماق تتناسب مع زيادة غاطس السفن الكبيرة. إنشاء وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 ل 62 بتكلفة مالية 7 مليار جنيه وطاقة استيعابية من 12 إلى 15 مليون طن سنوياً بإجمالي أطوال أرصفة 2.5 كيلو متر وأعماق تتراوح من 14.5 إلى 17.5 متر بمساحة تخزين 560 ألف متر مربع. وزير المالية أكد أن الدولة سعت إلى تطوير منظومة الجمارك لتصبح مصر وجهة عالمية للتجارة، وكذلك حماية للأمن والاقتصاد القومي. كان لدينا عدة توجيهات. قانون الجمارك كان صدر سنة 63، بعد أكثر من 58 سنة لم يكن يعد مناسبا للتعامل مع التحديات، وبالتالي اشتغلنا على قانون جديد وتم صدوره، قانون رقم 207 لسنة 2020. أيضا تعميم منظومة النافذة الواحدة، وهي منظومة تتعلق بوجود نظام إلكتروني لربط كل المنافذ الجمركية على منظومة واحدة. صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 419 سنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية الجديدة. تم إنشاء الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة. حالياً بننفذ مشروع تيسير إجراءات التجارة الدولية لتعزيز وصول مصر للأسواق الإقليمية والدولية بالتعاون مع مجموعة التمويل الدولية للبنك الدولي. كان الرئيس السيسي قد أجرى جولة تفقدية بميناء الإسكندرية، تابع خلالها اصطفاف عربات قطار المونرويل وعربات المترو التي وصلت مؤخرا لتدخل الخدمة فور انتهاء أعمال الإنشاءات والمشروعات التي تجري على قدم وساق. كما تفقد الرئيس السيسي محطة تحيا مصر اللوجستية متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، واستمع إلى شرح بشأن الإمكانيات التي تتميز بها تلك المحطة ومراحل تطورها وعمليات التطوير التي تتم بها. وتفقد الرئيس السيسي كذلك عمليات تطوير مرافق ميناء الإسكندرية البحري، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة. كما تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير منطقة جونة البترول بميناء الإسكندرية، وهو الجزء الذي يتم به تفريغ وتخزين المواد البترولية. خطة بتستهدف انه يناير القادم، يعني خلال الاربع اشهر الجايين هنخلص رصيف واحد واثنين ان شاء الله، ثم في خلال سنة 22 على بداية 23 نكون خلصنا بقية الارصفة اللي كانت اللي فضلنا. ده طبعا بالاضافة ان احنا في مع هذا التطوير اشتغلنا على موضوع رقمنا، لانه دلوقتي طبعا احنا بنتحول للقياس الآلي في كل الصهاريج بتاعتنا، وبالتالي المنتجات لما بتطلع بتتقاس آليا. بالإضافة إلى ذلك شبكة الخطوط مرتبطة في الخلف بغرفة بلوف رئيسية، بحيث أنه كل الخطوط لما بتتجمع في عندنا غرفة بلوف رئيسية بتحول المنتج أو سواء استرادا أو تصديرا للشركات اللي هي هتستقبلها أو الشركات اللي كانت بتصدرها. على رشوان النيل.
والمزيد من التفاصيل والمتابعة معنا عبر الهاتف اللواء بحري عصام الدين بدوي الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية. سيادة اللواء، يعني من خلال متابعتك لحدث اليوم وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ميناء الإسكندرية في إطار اهتمام سيادته واهتمام الدولة بتطوير الموانئ البحرية من أجل تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، يعني تعليق حضرتك على أهمية توجه الدولة في هذا الإطار وأبرز الرسائل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحدث؟ أولا مساء الخير. طبعا زيارة في منتهى الأهمية وفعلا بتلقي الضوء على أهمية المواني في الاقتصاد الوطني أو القومي. الحقيقة طبعا أن موانينا لازم تبقى مواني تنافسية، مواني جذبة، مواني حديثة، بمعنى مواني حديثة، مواني خضراء، مواني حديثة، مواني تدار بأساليب الإدارة الحديثة أو الإدارة الإلكترونية. حقيقة ليه؟ كل اللي حضرتك شفته النهاردة ده، أولا نزود بنية أساسية اللي كانت نقصانة طول الفترة اللي فاتت، لأن اسكندرية فعلا كان ينقصها الأعماق، كانت الكتلة السكانية ضغطة على اسكندرية فمش قادرة تتوسع. الحمد لله ناحية الغرب يعني بتوجهاتنا من الرئيس، حضرتك شفت النهاردة الأخشاب وشفنا حوض البترول، فكل الحاجات دي برضو إضافة لمينا اسكندرية. المحطة المتعددة دي الحقيقة كان في بؤرة بؤرة بيئية اللي هي كانت محطة تداول الفحم جوه المينا. نعم. اللي اقيمت عليها دلوقتي المنطقه المحطه المتعدده، فاحنا شلنا فعلا يعني ده برضو من ضمن تحسين البيئه جوه المينا، يعني شلنا تيرمينال فحم وحطينا الحمد لله محطه متعدده واعده زي النهارده الرئيس تفقدها. فالحقيقه كل دي اضافه، بنيه تحتيه، عملية إدارة إلكترونية، اللي طبعا بالإضافة طبعا للعنصر البشري المدرب القوي، كل ده فعلا يزيد من تصنيف المواني ويجعلها فعلا يكسبها صفة التنافسية. عملية الرقمنة أو خصوصا في الوقت اللي فيه جائحة كورونا ده، وإن احنا ما بنتداولش ورق، فده في منتهى الأهمية. والحقيقه كمان بيعمل ايه؟ بيقلل دوره السفينه جوه المينا ودوره البضائع جوه المينا، وبالتالي عدد السفن اللي بتتردد على المينا بيزيد، عدد البضائع اللي بتتداول داخل المينا بيزيد. كل الحاجات دي برضو لها مردود اقتصادي. اللي من اهم الحاجات بالاضافه للبنيه الاساسيه وعمليه الاداره اللي حضرتك قلته، شبكه الطرق اللي رابطه المينا. نعم. بجميع طبعا، لأن أي البضاعة اللي بتسحب من المينا عايزة لها طرق. في كمان مواني جافة بره، يعني مش يعني ففعلا بدل ما تتخزن جوه المينا، المينا ليست منطقة تخزين، فبتسحب البضائع وتخزن بره، وكمان ممكن يخلص عليها جمركيا في الخارج بره المينا. فكل ده فعلا بنزود دورة البضاعة ودورة السفينة، بحيث ان فعلا نزود معدلات التداول ومعدلات السفن المتردده، وكل ده ليها مردود اقتصادي. الحقيقه كلها منظومه متكامله، يعني حضرتك ظهير المينا، المواني الجافه، الطرق اللي بتربط المينا بقيه الاجزاء المعموره. الحقيقه كل ده يعني في منتهى الاهميه، طبعا بالاضافه للتطور الالكتروني، بالاضافه العنصر مهم جدا اللي هو الفرد. كل الحاجات دي الحقيقة الحمد لله يعني ماشية في طريق سليم. والحمد لله بننقل تصنيف المواني من احنا كنا في الجيل المينا اسكندرية، كانت في الجيل الثاني، دلوقتي هو الحمد لله بقينا في الجيل الثالث او الرابع. نعم. يعني يعني بنحاول نعلي من قدرتنا التنافسية، خصوصا ان حوالينا مواني في منتهى المتقدمة، يعني فجيال متقدمة، الجيل الرابع والخامس. فالحمد لله إن شاء الله نوصل
بالجهد ده والتطور اللي حضرتك شفته، بالبنية الأساسية، بالفرد، بالإدارة الإلكترونية، بزيادة الأعماق، كل الحاجات دي إن شاء الله توصلنا إن إحنا نبقى تصنيف المواني بتاعنا من تصنيف عالي وتكتسب القدرة التنافسية على الأقل في المنطقة بتاعتنا. تمام، يعني بالتأكيد زي ما حضرتك ذكرت أنه هناك منافسة بين الموانئ في المنطقة، وأن هناك دول بتمتلك موانئ يعني على أعلى مستوى دول مجاورة. كيف يمكن لمصر أن تطور موانيها بالفعل لتصبح منافسة لهذه الموانئ من خلال الاستفادة من مقومات مصر الاقتصادية، من موقعها الجغرافي المتميز، خاصة وأن هذا التطوير بيتم اعتمادا على شركات مصرية كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس بتمويل أو بالاستعانة بشركات دولية؟ حاجة هو الفخر طبعا، كل الفخر طبعا أن هي أيادي مصرية وشركات مصرية وعلى أرض مصرية، وزي ما حضرتك قلت الموقع فعلا الموقع اللي في منتهى الأهمية ولابد من استغلاله، والحمد لله احنا ماشيين في الطريق الصحيح. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، ميناء شرق بورسعيد لما أنشئ أو أنشئ محطة الحاويات اللي هناك، أول سنة عملت معدل نمو غير مسبوق عشان موقعها على رأس قناة السويس أو على مدخل قناة السويس، عملت أكثر من 100% معدل نمو. فالحقيقة الموقع في منتهى الأهمية، حسن استغلال وحسن استغلال والتطوير اللي حضرتك شايفاه ده في منتهى الأهمية، كله إن شاء الله يؤدي إلى فعلا إن احنا نبقى مواني جاذبة، مواني متنافسة، لنا قدرة على التنافس. نعم. نرفع من تصنيف المواني لأجيال متقدمة إن شاء الله، ويعني كل ده خير لمصر. تمام، طيب إذا يعني انتقلنا لما يتعلق بجهود الدولة بتطوير الموانئ المصرية بشكل عام على البحرين الأحمر والمتوسط، يعني هل لك سيادة اللواء أن تطلعنا على آخر المستجدات التي تمت في الفترة الأخيرة في هذا الملف؟ أولا عاوز أقول لحضرتك حاجة، إحنا بنتوسع في الموانئ، يعني دلوقتي الغرب الحقيقة الغرب ما كانش في ميناء، يعني مرسى مطروح وما بعدها ما كانش في ميناء، في دلوقتي جربوه الحقيقة، والحقيقة ده جهد القوات البحرية يشكر لأنه خلق هناك ميناء يقدر يستوعب الظهير، يعني يخدم الظهير اللي وراه، العريش وتطويرها برضو فندم يقدر يخدم برضو الظهير اللي هو منطقة سيناء. فكل ده مواني البحر الأحمر، عند حضرتك السخنة بتستكمل المخطط بتاعها، والسخنة دي من المواني الواعدة الحقيقة، برضو عملت طفرة في أول منذ إنشائها، يعني المواني الحديثة فعلا ميناء إلكتروني، يعني البضائع فيه بتتداول بسرعة كبيرة جدا، خد سمعة في البحر الأحمر وسمعته التنافسية جيدة جدا من السخنة. فالحقيقة يعني ميناء دمياط، ميناء دمياط الحقيقة وفي مجمع الغاز اللي موجود، وبعدين عنده مشاريع فعلا، ميناء دمياط مبني جوه يعني محفور جوه الارض، دلوقتي هم عندهم طموح ان احنا نطلع بره الارض، يعني نعمل عمليه اللي بيسموها ريكلاميشن، يعني ان ناخد اجزاء من البحر نردمها ونطور ونكبر الميناء. فالحقيقه كل دي حاجات يعني، وميناء اسكندريه حضرتك شفتيه النهارده ما شاء الله يعني بيتوسع ما ضد الكتلة السكانية اللي كانت ضغط عليه ومخليانا مش قادرين نعمل أي تطور فيه أو أي توسع. نعم. الحمد لله كل الحاجات دي ماشية في الطريق الصحيح. نعم، أشكرك سيادة اللواء بحري عصام الدين بدوي الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية. وينضم إلينا هاتفيا الدكتور أكرم سليمان، عميد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك حبيبي. أهلا بك. يعني في إطار حديثنا عن حدث اليوم، وهو تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري، كيف يمكن أن يحول هذا التطوير لميناء الإسكندرية البحري مصر إلى مركز للتجارة العالمي واللوجستيات؟ الحقيقة يعني أنا يمكن ببص الموضوع بنظرة تكاملية أكبر، في إطار الحقيقة التطوير الكبير الحاصل في البنية الأساسية
على مستوى مصر بالكامل. الميناء الحقيقه هي جزء مرتبط بشرايين الدوله بالكامل. الحقيقه تطور كبير جدا اللي حاصل في حاليا في السكة الحديد وفي الطرق مع اللي حصل النهارده واللي احنا شفناه النهارده في ميناء اسكندريه يدل على ان في خطه هي متكامله لتحويل الميناء الى مركز اقتصادي ومركز لوجستي على اعلى مستوى. ميناء اسكندريه التاريخ بيقول ان هي يعني اقدم ميناء واكبر ميناء، ولكن كانت هي بتعاني من مشاكل ضخمه. النهارده بحجم المشروعات وبحجم الاستثمار وبالرؤيه المتكامله اللي بتتكلم على محطات جديده، بتتكلم على ميناء الاسكندريه الكبير اللي بيربط بين ميناء اسكندريه وميناء الدخيله بالمنطقه بالكامل، اللي بتتكلم على ميناء او بونه البترول وتطويرها، اللي بتتكلم على تحويل اداره الكترونيه. الحقيقه يعني تكامل بالمشروعات الدوله بالكامل، كل هذا هيساهم للحقيقه البضاعه او السفينه لما توصل الميناء. انا يهمني ان يحصل انسيابيه كبيره في نقل البضائع، وده هيتم بتطوير الحاصل في الميناء، وهيتم باستغلال الامثل للتطوير الحاصل في البنيه الاساسيه لكل يعني وسائل النقل في مصر. تمام. طيب إذا ما تحدثنا عن تطوير الموانئ بشكل عام، يعني الاستراتيجية أو الخطة التي تعتمدها الدولة لجعل هذه الموانئ متكاملة وليست متنافسة، كيف يمكن تحقيق ذلك خاصة أن مصر تمتلك شواطئ أو يعني سواحل طويلة ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط؟ فهي يمكن يعني الحمد لله ان احنا ما كنا نحلم به منذ سنوات، يعني ليست يعني ببعيده، اصبح الان امر واقع. في بعض الاحيان كنا بنلاقي الموانئ المصريه بتتنافس، النهارده بنلاقي الموانئ المصريه بتتكامل. في مخطط عام للتكامل بين الموانئ المصريه، نعمل ايه ارصفه في اسكندريه، نعمل ايه ارصفه في بورسعيد، نعمل ايه ارصفه في دمياط، والشركات اللي هتيجي تشغل ميناء الاسكندريه هي مختلفة عن الشركات العالمية اللي هتشغل ميناء دمياط، في نظرة تكاملية لضمان زيادة حجم التداول ليس فقط في ميناء اسكندرية ولكن في جميع المواني المصرية. بدليل ان النهارده حضرتك فخامة الرئيس بيتفقد ميناء الاسكندرية والمشروعات الكبيرة. منذ اسابيع قليلة كنا في ميناء السخنة، منذ اسابيع قبلها كنا في ميناء بورسعيد، ميناء دمياط، يعني جميع المواني التجارية. عندنا ميناء حاليا ميناء ابو قير بيتحول الى ميناء تجاري في محطه حاويات وهتديرها اكبر شركه في مجال الحاويات. في الحقيقه نظره تكامليه، بتعامل مع كل خطوط الملاحه، بتعامل مع اكبر شركات مشغله، بنستغل الحقيقه حاجتين في غايه الاهميه. اولا الموقع الفريد اللي موجود طول عمره ولكن احنا النهارده بنستغله. ثانيا الحقيقه وده يمكن النقطه اللي حابب اشير اليها، الثروه الكبيره في الايدي العامله المصريه. احنا عندنا ثروه لا تقدر بثمن وهي الشركه. التطوير في المواني ده هيساعد يعني بطريقه مباشره في توفير فرص عمل لشباب قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثه وقادر على التعامل مع هذا التطور الكبير في البنيه الاساسيه. طيب خلال كلمه الفريق كامل الوزير وزير النقل صباح اليوم ذكر انه هناك اهتمام بتطوير كافه الموانئ المصريه وايضا وسائل النقل متعدده الوسائط التي تخدمها، يتحدث عن تطوير شبكه السكك الحديديه، يتحدث عن تطوير ميناء السخنه، يعني كيف يصب ذلك في الاقتصاد القومي، في حركه التجاره، في جذب الاستثمارات المختلفه في قطاع النقل البحري؟ يعني المواطن البسيط العادي اللي بيسمعنا النهارده يعني يمكن بيتساءل يا ترى يعني كيف يكون العائد عليا من هذا التطوير؟ الحقيقه التطوير المواني يعني بطريقه مباشره كلنا هنحس بيها. اولا زي ما قلت لحضرتك ما يطلق عليه الان اللي هو النظام النقل متعاطي الوسائط. احنا بنتكلم على بضاعه بتقاس قدره الميناء ومدى تقدمها بالفتره الزمنيه اللي هتقدر انها تتم تفريغ او شحن السفينه. تواجد نظام النقل متعدد الوسائط النهارده لاول مره الحمد لله بنتكلم على السكه الحديد. السكه الحديد تنقل قطار واحد ينقل اللي بينقله 100 يعني تراك او 100 شاحنه يتنقل بقطار واحد، بنتكلم على سكه حديد، بنتكلم على قطار سريع بيربط بين المواني الجافه وبيربط بين المواني البحريه.
بنتكلم على شبكه من الطرق الحره اللي بتنقل بسرعات كبيره، بنتكلم على خطوط مواسير لنقل الصب السائل البترول وخلافه، بنتكلم هي على النقل النهري، وهذا موضوع في غايه الاهميه والدوله تنبهت له، ربط الموانئ البحريه بالنقل النهري. كل ده الحقيقه هيحصل منه ايه؟ هيحصل منه حاجه يعني مباشره وواضحه، هو خفض تكلفه النقل اللي على طول هيتحس بيه في تكلفه السلع الاساسيه. نعم. دي واحد. اثنين، هيتوفر الحقيقه فرص عمل، يعني وده دايما الحقيقه بننبه عليه يعني بنتكلم عنه دايما، المواني هي سلعه عالميه، المواني هو تنافس عالمي. يجب ان يكون عندنا الكادر البشري القادر على التعامل مع هذه المتغيرات الحديثه. الشباب الجاهز المتدرب اللي هو بيتعامل مع التكنولوجيا الحديثه هيستطيع بسهوله ان هو يلاقي فرصه عمل. النهارده لما بنتكلم على محطه تحيا مصر، وبنتكلم ان احنا ان شاء الله خلال شهور قليله هتبتدي يعني تنزل تخرج الى النور ويبتدي السفن ترتاد هذه المحطه. هذا يستلزم ان هيتم تواجد وتعيين شباب في جميع الوظائف اللي موجوده في الميناء. وبالتالي فرصه عمل مباشره، ولادنا اللي طالعين اللي خارجين اللي حصل على التعليم ودرب نفسه واهل نفسه وقدر ان هو يكون جاهز لهذه الفرصه هيقتنصها بسهوله. في الحقيقه التنميه دي بسهوله وباذن الله وبسرعه هيحس بيها المواطن البسيط، ومن هنا الحقيقه بتبرز اهميه المشروعات القوميه الكبيره دي. الدوله بتستثمر باموال الدوله عشان بطريقه مباشره وغير مباشره هتفيد بيها المواطن البسيط والمواطن العادي. تمام. ايضا الفريق كامل الوزير تحدث عن ما يتعلق بإنشاء محطة تداول الصب الجاف بميناء الدخيلة وتطوير ميناء المكس، ربط كل شبكات الطرق سواء كانت الطرق البحرية، المحاور الجاف، المناطق اللوجستية، يعني كل هذا بالتأكيد في إطار استراتيجية بتهدف إلى جعل مصر مركز للتجارة العالمي، وميناء الإسكندرية سيكون دورة موانئ البحر المتوسط في عام 2024. بالتأكيد كل هذا يحتاج إلى تخطيط واستراتيجية محكمة بأيدي مصرية. تعليق حضرتك على دور المواطن في الوقوف إلى جانب الدولة لتحقيق مثل هذه الإنجازات في الإيمان بالثقة في قدرة الدولة على القيام بهذا الدور بالفعل. حضرتك النهارده احنا بنتكلم النهارده على انجازات على ارض الواقع، يعني النهارده نزور محطه ابتدت خلال هذا العام شهور قليله، وحجم الانجاز ولاول مره يعني نلاقي حضرتك ان المحطه وهي بتنشا الشركه اللي هتشغلها اكبر مشغل عالمي وقع تشغيل المحطه، فاحنا بنتكلم على انجازات على ارض الواقع. الحقيقه يمكن احنا دايما بنقول يعني للشباب ودايما بنقول لاولادنا يعني لما نيجي نتكلم على العلم يجب ان احنا نعرف تمام يكون عندك العلم، يكون عندك المهاره، ويكون عندنا السلوك الطيب، ازاي نقدر نتعامل مع هذا الانجاز، ازاي اكون انا اكون جزء من هذه المنظومه، ادخل جواها وابتدي اتعامل معاها واستفيد منها. حضرتك لما نتكلم يعني النهارده بنتكلم نتكلم على وظائف بتمس المواطن، نتكلم على الامن، نتكلم على السكر. النهارده بعد ما يعني ايه بتكلم على الحقول المكس والصب السابع، بتكلم على البترول والغاز الطبيعي، يعني ايه بتكلم النهارده على اخر شيء، كلها حقيقه بضائع بتفتح افق عمل وبتاثر تاثير ايجابي وواقع ملموس على ارض الواقع. فاحنا هنا كلنا الحقيقه احنا لنا دور كبير ان احنا نركز على هذه الايجابيات، ويمكن ده نقاط مهمه جدا لنا دور ان احنا نتعامل معاها ونبقى جزء منها من هذه المنظومه، لان الحقيقه يعني وجود العنصر البشري المؤهل المدرب هو يعني عنصر اساسي لنجاح هذا يعني هذه المنظومه، هذا التطوير الكبير وهذا الاستثمار اللي بتقوم به الدوله على جميع. أشكرك دكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وينضم إلينا أيضا هاتفيا دكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي. سابقا دكتور عمرو أهلا بحضرتك. أهلا بك، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قنوات المصرية.
يعني بالتأكيد اليوم كان في تصريحات لرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري، من أهمها أنه الدولة بتعتبر كل شاب بمثابة مشروع كبير، وأن الشباب هو مستقبل مصر وأملها. يعني بالتأكيد هذه رسالة بأن تطوير هذه المشروعات من أجل الشباب، مستقبل مصر، من أجل حل مشكلة البطالة، من أجل إنجاز مشروعات للأجيال القادمة تستفيد بها. تعليق حضرتك على أهمية توجه الدولة في هذا الإطار. والحقيقة بس لو سمحتي الأول أعلق على لقاء الرئيس السيد رئيس النهاردة وكلامه المتنوع والمتعدد في عدد من الاتجاهات اللي أنا بشوف أنها أجندة اقتصادية متكاملة، مش بس أجندة اقتصادية، يمكن توجيهات متعددة رأسية وأفقية رأسية، يعني على كافة المستويات، وتوجيهات من فوق لتحت إلى كافة المستويات الإدارية من أعلى قمة الهرم، وأفقية في عدد كبير جدا من المجالات، بحيث أنها كأنك بتسمعي أجندة اقتصادية أو توجيهات اقتصادية متعددة. وإحنا تعلمنا في علم الاقتصاد أن التنمية بتكون ضربات متتالية أو توجيهات متتالية في كل القطاعات وليس في قطاع واحد. فالنهاردة الحقيقة شعرنا أن إحنا أمام توجيهات وأجندة اقتصادية، يمكن أن أهمها زي ما حضرتك قلتي التشغيل وفرص العمل. إحنا يمكن الدولة المصرية ومصر يعني ما شاء الله من الدول اللي فيها وفرة في عدد السكان. إحنا عدينا المئة مليون، وعندك في السنة مليون شخص داخل إلى سوق العمل سنويا، حوالي 950 أو مليون شخص داخل إلى سوق العمل سنويا. فأنت محتاجة مليون فرصة عمل. لا، أنت مش محتاجة فوق مليون فرصة عمل، أنت محتاجة فوق المليون فرصة عمل. ففين دولة النهاردة تقدر أنها تخلق مليون فرصة عمل عشان تشفط البطالة الموجودة؟ وإحنا بالمناسبة خفضنا البطالة بشكل كبير، خفضنا التضخم، قدرنا نتحكم في ميزان المدفوعات، قدرنا نتحكم في المدخولات، رفعنا الصادرات، قدرنا إن إحنا نحقق مؤشرات اقتصادية مهمة جدا في وقت كوفيد 19. والبنك الدولي كنا اتكلمنا على هذا الموضوع كتير جدا في مرات سابقة معاكي، وقلنا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني أشادت بالمؤشرات الكلية. لكن النهاردة إحنا بنتكلم مش على مؤشرات كلية، السيد الرئيس النهاردة بيتكلم على كواليتي، عايز يخلق بلاتفورم او يخلق انفايرمنت او يخلق بيئه للاستثمار. الرئيس النهارده كان بيتكلم على المستثمرين، كان بيتكلم على العقارات، كان بيتكلم على المينا، وكان بيتكلم على مواجهه الفساد. الحقيقه جزء جميل جدا الرئيس اتكلم فيه على تقليل العنصر البشري والتعامل مع الالات وما كانت الماكينه الحكوميه في خلال الاربع خمس سنوات اللي فاتت واللي كلفت كتير جدا، كان فوق المئة مليار جنيه. فالنهارده الرئيس الحقيقه اتكلم على جزء كبير منها العنصر البشري، سواء ايجابا بالايجاب اللي هو تطوير العنصر البشري او تقليل الفاقد والهدر في استخدام العنصر البشري. وعشان كده بقول لحضرتك النهارده احنا كنا امام اجنده اقتصاديه فيها جزء اجتماعي وجزء اقتصادي وجزء بشري وتنموي مهم جدا الحقيقه. ويا ريت الساده الوزراء والحكومه والمسؤولين يعملوا تريكلينج داون ايفكت، او يكون في كاسكيد داون، او يعني استخدام لهذه التوجيهات من قمه الهرم الى اسفله، حتى تتحقق فعلا التنميه الشامله او التنميه الحقيقيه المنشوده، ليست فقط يعني تصريحات او فقط يعني تكون اجنده غير موضوعه. نهتم شويه بالكلام اللي السيد الرئيس بيقوله، وتتحول هذه الاشياء الى مبادرات ومشاريع لازم يكون ليها تقييم كمي وتقييم فني وكي بي ايز خلال فتره زمنيه موضوع من الوزارات او الوزراء المختلفه. طيب، نقطه اخرى اشار اليها الرئيس وهو الاهتمام بجذب المستثمرين، وان الدوله ترحب بالمستثمرين. مثل هذه المشروعات الكبرى بالتاكيد لها دور في التيسير على المستثمرين واعطائهم ثقه في الاقتصاد المصري. من هذه الناحيه كيف نترجم هذه المشروعات كنقاط جاذبه للاستثمار؟ شوفي، انا هكلمك بارقام وحقائق، مش هكلمك كلام انشائي. احنا خفضنا معدل البطاله، يعني زودنا المشروعات وزودنا التوظيف، قدرنا ان احنا نرفع النمو الاقتصادي ما بعد الثوره من 1.7 1.8 الى 6.5، ولولا الازمه كنا زماننا طلعنا كما هو منشود الى فوق 7 و8. قدرنا نخفض التضخم، قدرنا ان احنا نرفع حجم الاستثمار الاجنبي المباشر، ويمكن احنا كنا الاولى او الثاني على افريقيا في حجم الاستثمار الاجنبي المباشر خلال السنوات الماضيه. كل ده بسبب المشاريع وبسبب الاستثمار اللي جه في مصر من خلال المشاريع القوميه، والمشاريع القوميه والبنيه التحتيه يمكن البعض يعني لا يتفهم او لم يتفهم او في بعض
خلط الأوراق فيما يخص الإنفاق على البنية التحتية والمشروعات القومية الكبيرة، لكن هذه المشروعات هي السند، وما فيش دولة، وقلنا هذا الكلام من قبل معاك، وما فيش أي دولة في العالم بتتقلب. تعالوا نشوف دبي، تعالوا نشوف ماليزيا، تعالوا نشوف كل الدول حوالينا اللي حققت نمو فوق 6-7% بسبب البنية التحتية. ما نقدرش نتحرك، ما نقدرش نستثمر، ما نقدرش نعيش إلا لو كان في طرق وكباري وكهرباء ومية وصرف صحي ومدن جديدة تقدر إنها تخلق حياة جديدة ومشاريع جديدة واستثمار جديد. فالبنية التحتية والمشاريع الجديدة مفتاح أساسي، كي فاكتور، مفتاح أساسي في أي نمو، أو أي مش بس نمو اقتصادي، في أي انطلاق أو أي دولة عايزة تحقق انطلاق. فما فيش استثمار، ما فيش مستثمرين هيقولك إلا لو كان عندك مدينة صناعية، ما فيش مستثمرين هيقولك إلا لو عندك ميكانة وأتممة للإجراءات الحكومية، ما فيش مستثمرين هيجوا إلا لو عندك بلاتفورم أو بنية تحتية تتيح للمستثمر إن هو يشتغل وينشئ مشروع عشان يقدر إن هو ينتج بشكل مستدام. طيب نقطة أخيرة دكتور عمرو، وهو حديث الرئيس عن اعتماد الدولة على التمويل الذاتي في تنفيذ هذه المشروعات دون اللجوء إلى تمويل خارجي أو الاستعانة بشركات دولية، يعني دي نقطة هامة بتؤكد قدرة مصر على تنفيذ المشروعات بسواعد مصرية وأيضا بتمويل ذاتي مصري. تعليق حضرتك على أهمية ذلك؟ هي نقطة ذكية، مش بس نقطة هامة، نقطة ذكية، لأن خلينا نتكلم بشكل يعني شفاف. يمكن في السنوات الأخيرة كان في مشروعات وفي نمو وفي تنمية، لكن النهاردة التنمية بتتم بالداخل، يعني باستخدام السواعد والموارد المحلية بأقصى طاقة ممكنة. والسيد الرئيس يمكن حريص على أن تكون الشركات المصرية والسواعد المصرية هي المستفيدة، أنا بقول تاني مستفيدة، والمنفذة للمشروعات. لأن أنا بضرب عصفورين بحجرة، وأنا بشغل الشركات المصرية والشباب المصري، وفي نفس الوقت بوفر العملة الصعبة اللي كان ممكن تاخدها شركات أجنبية. هل ده معناه أن الكواليتي أو الجودة قال؟ لا بالعكس، احنا عندنا شركات ممتازة، وهناك إشراف تام من الدولة ومن الهيئة الهندسية والمشروعات القومية ومن الهيئات القومية اللي عندها خبرة كبيرة جدا في تنفيذ. احنا عندنا شركات، انا مش عايز اقول اسماء، لكن يعني حسن علام والمقاولين العرب، عندنا شركات قادرة وقوية وقادرة وتنفذ مشروعات قومية منذ سنوات. فالفكرة او الاتجاه، انا بقول مش الفكرة، الاتجاه النهاردة ان انا استخدم هذه الشركات المحلية عشان زي ما بقول اضرب عصفورين بحجر، اشغل سواعد مصرية وشركات مصرية واخلق فرص عمل، وفي نفس الوقت اوفر العملة الصعبة اللي كانت هتروح لشركات دولية. احنا يمكن عندنا الخبرة اللي بتمثلها في كثير من القطاعات، لكن مش في كل القطاعات طبعا، لكن في كثير من القطاعات اللي بتم فيها هذه المشروعات القومية. تمام، بشكرك دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية هذه الساعة التحليلية التي رصدنا فيها تفاصيل وتداعيات وتأثيرات الإيجابية لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لأعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري، وما له من مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى حركة الاستثمار وعلى المواطن المصري نفسه. انتهت هذه الساعة التحليلية، ومتابعتنا متواصلة مع حضراتكم على مدار اليوم. على رأس الساعة بانوراما إخبارية شاملة عن أحداث مصر والعالم. كونوا معنا دائما على شاشة النيل. إلى اللقاء.